خالد بيبو يعني سافر إلى النمسا للتجهيز لمعسكر الفريق. بدأنا الجد وكابتن خالد بيبو في مش أولى مهامه، لأن أنت في وجودك في النادي الأهلي من اللحظة الأولى هو في حد ذاتها مهمة. كابتن خالد بيبو سافر إلى النمسا، وطبعا في رحلة تستغرق 48 ساعة اطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق كرة القدم للموسم الجديد. حدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس حتى 6 من سبتمبر المقبل لإقامة المعسكر في النمسا. رافق كابتن خالد بيبو الكابتن سمير عدلي المدير الإداري طبعا للفريق. يقوم كابتن خالد بيبو بترتيب فندق الإقامة، ملاعب التدريب، الإطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر. وأعتقد إن شاء الله معسكر موفق للنادي الأهلي. وأنا كنت سعيد باختيار النمسا لأن مستر مارسيل كولر هو قائد لمنتخب النمسا على مدار سنوات كمدرب، عنده خلفية كبيرة جدا عن النمسا، يقدر ازاي النادي الاهلي يستفيد. ويمكن دايما النادي الاهلي كان مع مستر مانويل جوزيه حريص على إقامة المعسكر الخارجي، يمكن كان بيبقى الموسم فيه تلاحم، اللعيبة ما ريحتش، أمور كتيرة أسامة، ولكن كنت تلاقي دايما المعسكر الخارجي شيء مهم جدا عند مستر مانويل جوزيه لإعادة بوصلة الفريق وإعادة فكرة التركيز مرة أخرى وإن يكون فيه استعداد جيد للموسم. وأعتقد مستر مارسيل كولر كان حريص على وجود المعسكر وإدارة النادي الأهلي نفذت له رغبته. يعني كولر على خطى الكبار من المديرين الفنيين اللي تولوا مسؤولية مع النادي الأهلي، وأعتقد قدم موسم بشكل استثنائي، وإن شاء الله منتظرين الموسم القادم المزيد من تحقيق البطولات.